أسئلة دكتور مجدي، أنه مسألة إلزام الزوجة العاملة اللي هي بتشتغل أنها تشارك زوجها في الإنفاق على البيت، أنه في بعض الأسر أنه مراته بتشتغل فيجبرها أنها تنفق على البيت، ده بيتشاف إزاي؟ أيوة حلو جميل، ده السؤال ده جميل قوي. ليه؟ إحنا عندنا في الفقه في حاجة اسمه الفتوى وفي حاجة اسمها التقوى. يعني إيه؟ في الفتوى إن الإنفاق الملزم به هو الرجل، الراجل هو اللي ملزم، الست مش ملزمة إن هي تنفق على البيت. ليه؟ ما هو أصل كده الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. ما أنت هتتميز بإيه أيها الرجل؟ فلازم تنفق، هتلزمها؟ ليس على المرأة إلزام في النفقة. هنا الفتوى. طب التقوى؟ إحنا منتعاملش في الأسرة بحد السيف، بنتعامل بالرحمة والتداخل. فنقول واحدة لقت جوزها مش قادر وشغال شغلانتين أو مرتبه مش مكفي وهي محتاجة، ولادها محتاجين وهي معاها، هي من نفسها بنقولها بقى ايه؟ من باب التقوى، من باب الاستحباب، من باب الاستحسان، اوعي تنسي قول ربنا ولا تنسوا الفضل بينكم. اوعي تتعامل معاه بالعدل، حقك وحقي، انما نتعامل بالفضل اللي ليك هو ليا واللي ليا هو ليك، وانت معكش انا اكمل. بس هو مش الزام عليها، مش الزام. ايوه، لذلك ليس المرأة ملزمة بان تنفق على البيت لانه ركن ركين من رجولة الرجل، من الرجل وقوامة الرجل. والا القوامة هتيجي منين؟ ده لو لم ينفق عليها تطلب الطلاق. ليه؟ ما هو مش راجل بقى، ما تطلب الطلاق. لو لم ينفق عليها ترفع الامر الى القاضي، فالقاضي هيشوف يسره وعسره، هو معهوش بجد، طب نصبر عليه شويه، طب هو تيسرت معاه بس مش عاوز ينفق وبخيل، القاضي هيلزمه، ولو ما التزمش بكده هيقول لها انت ليك حق الطلاق وممكن يطلقها للضرر، بس هينفق على اولاده غصب عنه، لان دول خلاص هيتطلقوا ازاي؟ ما ينفعوش يتطلقوا. فهنا المراه ليس واجبا عليها ان تنفق في البيت، وانما من باب الاستحسان، من باب الحب، من باب الموده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها بين الزوجين. هو ده مساء